السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف ازاي نحط إنارة خارجية للمشروع بتاعنا. أجي هنا أقول له أنا عايز أحط أوبجكت، وبعد كده أختار الإنارة، أختار الإنارة اللي أنا عايزها، وليكن مثلا بالشكل دوت، وأبدأ أحط الإنارة هنا أهيت. طيب لاحظ إن أنا لما حطيتها هي بقت معكوسة كده، فممكن أقول له أنا عايز أعمل روتيت وأجي عليها وأقول له أعملها لي لفوق. الإنارة الخارجية ممكن تعملها من السقف لتحت، يعني ممكن تاخد إنارة كده وتقول له أنا عايز الإنارة ديت أحطها هنا وتروح حاططها بالشكل دوت. طيب دي عايز أكررها، أجي أقول له موف وأروح دايس على ألت وأبدأ أسحبها مثلا لهنا، ومرة تانية لهنا، ومرة تانية لهنا من خلال الألت. طيب خلينا نشوفها بالليل هتبقى عاملة إزاي. أيوة بالشكل دوت. وخلينا نلغي الإنارة اللي هي جوه ديت، أقول له ديليت. كده الناس تعمل بقى، هتلاقي الإنارة بشكل ده تقدر تتحكم فيها، تقول له مثلا نزلها لي مثلا لحد الأرض بالشكل دوت. توزع بقى الإنارة زي ما أنت عايز، ممكن تيجي هنا تخلي شدة الإضاءة تزيد، ممكن تغير الزاوية بتاعتها زي ما أنت حابب، ممكن تعلم على أكتر من واحدة من خلال الكنترول، وكلهم تبدأ تديهم إنارة أكتر أو أقل زي ما أنت عايز. تقدر تقول له أنا عايز أخفي اللايت سورس ولا لأ، النايت أكتف، الشادو يظهر معاك ولا لأ.